حط يلا يا تبصي يلا كرة يلا. طلع بقى طلع. ايه يا حبيبتي في ايه؟ ايه ده؟ جابلنا تلاجة ولا ايه؟ محمد ايه؟ احنا في الفترة الأخيرة عيشتنا بقت كلها خناقات. ايوه انت بتغير الموضوع ليه دلوقتي؟ انت جايبة ايه معاكي؟ ايه ده؟ استنى هفهمك. ده روبوت استلفته من واحدة صاحبتي في الشغل. وقالت لي انه حلل لها كل مشاكلها مع جوزها. فأنا قلت يعني يمكن يحل لنا مشاكلنا احنا كمان. ايوه يا حبيبتي هيحل لنا مشاكلنا ازاي؟ احنا المشاكل اللي عندنا ليها دعوه بالعلاقه الزوجيه يعني. هيحل لنا مشاكلنا ازاي؟ ده زي مترجم. زي ايه؟ مترجم. بيفهم من نبره الصوت الانسان عاوز يقول ايه. نجربه؟ نجربه؟ يلا يلا نجربه. يلا. شعري الجديدة حلوة يا حبيبتي، حلوة جميلة. لو دخل فينا جول كمان مش هنصعد كأس العالم كده. ايه؟ شفت؟ شفت يا محمد؟ وبعدين أنا ما قصيتش شعري. شفت ايه يا حبيبتي؟ ده بيقول أي كلام من عنده. يا حبيبتي أنت عارفة يعني إن أكيد مهتم بيكي وبقصة شعرك يعني، وأكيد أنت حياتي كلها والله. لو دخل فينا جول كمان مش هنصعد كأس العالم كده. أنت مركز معايا وعلى مع الماتش. مع الماتش؟ قصدي معاكي طبعا يا حبيبتي، بس أكيد الزفت ده بيخرف يعني. أكيد الزفت ده فعلا هيقول كل اللي بفكر فيه بيخرف يعني. لا ده أكيد خربان. لا هحاول أفلتر كلامي ما أقولش حاجة تاني أحسن أتفضح. تتفادح؟ تتفادح ليه يا محمد؟ مخبي عليا ايه يا محمد؟ بتخوني يا محمد؟ طبعا بتخوني يا محمد. لا حول الله يا رب. يعني ما عندكش رد؟ طيب براحتك. قدامك 3 ثواني صرحني فيهم قبل ما اقلب حياتك جحيم، وهفضل ضربانك بوز الكلب لحد ما تقول حقي بالقتل. بص يا سباسيمو، بص انا مش بخونك يا حبيبتي طبعا، انت ام العيال يعني اخونك ازاي؟ انا اقدر. بص يا سباسيمو، بصي انا مش بخونك يا حبيبتي. اهو اللي بتاع اللي انت جايباه اهو قال نفس الكلام اللي انا بقوله اهو. بس نفسي. لا يا لهوي. لا 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 نفسك تخوني يا محمد. استني الجيران ايه؟ وعمين شيماء؟ لا 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 انا مش شيماء يعني. اصطفاني مع شيماء. لا يا حبيبتي لا لا اهدي 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 اهدي، تعالي نقعد نتكلم. ما ترد. عاجبك شيماء يا اخويا ولا ايه؟ ها عاجبك في ايه المقشفه دي؟ يا حبيبتي يا حبيبتي اسمعيني بس، شيماء مين دي؟ انا ما انكرش الصراحه ان انا كنت معجب بيها فتره يعني من حياتي، بس يا حبيبتي انت اللي كابسه على قلبي. قصدي انت اللي جوه قلبي يا حبيبتي، انت اللي جوه قلبي. انا اقدر احب غيرك، انا اقدر ابص بره. ما خلاص بقى، ما انا اتدبست فيك واللي حصل حصل. بس بقى مالك بس يا حبيبتي مالك؟ تعالي نتكلم بالراحه، تعالي نتكلم بالراحه. مالك يا حبيبتي في ايه؟ هتقلي بالي ليه نكد بقى ولا ايه؟ ما تقولي في ايه؟ طبعا ما انت كل اللي فارق معاك ان الليله بتاعتك ما تبصش، ما انت وزنان وتعبان وحاجه تقرف. اللي ما في مره جيت تقولي تعالي يا اخي اتسحب ولا اسفرك ولا اعشقك في اي حته. يا رب يا رب يا مره واحده يعشقني بره قبل ما يقولي تعالي نخش الاوضه جوه. اهدي يا حبيبتي. اقتله دلوقتي ولا استنى لما اجيب كيس ده الاول؟ لا 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 اوعي تفكري في اللي انت بتفكري فيه ده. لا 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 بص يا عم انت، بص يا حبيبتي، بص احنا نروح نتكلم مع بعض بصراحه، ها، واحكي لي ايه اللي مضايقك وانا والله العظيم هحل لك كل مشاكلك. تخلصيني بقى قولي في ايه. مالك انا زهقت. مالي انت فاكرني حبله؟ انت نفسك تخوني يا محمد؟ لا لا لا. ولسه قايلها انا عارفه عايز تخوني مع شيماء. لا لا لا. يا شيماء احلى مني ابدا والله. مكفينه ان انا مستحملاك ومستحمله قرفك وقرف عيالك وفي الاخر تخوني وتتي. لا لا يا حبيبي. ها يا استاذ مترجم اتفضل. في حاجه زي ما قالت لك كده بالظبط. يا حبيبتي كل اللي قلتيه ده ممكن يتحل
ببساطه لو احنا قعدنا مع بعض وقعدنا نتكلم ونفهم انت متضايقه بس من ايه، لكن بتاع الزفت ده هيودينا كلنا في داهيه. الله والنبي ليه البتاع ده عشان خاطري؟ اسلم يا اخويا. الله ايوه بتضحك عليا وتاكل بعقلي حلاوه. ايوه كان فين الكلام الحلو ده من زمان؟ حلاوتك يا ابيض. ضحكات رقيعه، ضحكات رقيعه. بقول ايه، ما تيجي نرجع ايام زمان تاني؟ ها و يا ابيض انت رايق يا جميل انت. ها بقول ايه، ما تيجي ندفن مشاكلنا يا حلو يا ابيض انت يا رايق، ونعمل نفسنا مش شايفينها. قلت ايه؟ ماشي. ايوه مشاكل، هي فين المشاكل دي؟ انا مش شايفه غيرك يا حبيبي. الله اكبر، ليلتنا هنا. ما تيجي اوريكي جوه الب اللي بينور. عندي جوه بينور. ها يا حبيبتي يلا. بس انا بخاف من الظلمه. من الظلمه؟ لا ظلمه قصدي، مفيش ظلمه جوه، في حاجات بتنور جوه كتير. يلا يا حبيبتي يلا. شدنا الناس كده. يا رب الـ ينور المرة دي ميكسفنيش.